السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودائما مع برمجيات الجبر اخترت لكم هذه البرمجية التي تهدف إلى توضيح حالة من حالات تقايس المثلثات إيزومتري دي تريونكل. وهذه الحالة التي نرمز لها بسي أسي دونك يعني كوتي أنجل كوتي. وهناك كما تلاحظون لدينا المثلث أبي سي وهنا لدينا المثلث أبريم ببريم سي بريم. الزاوية أ تقيس الزاوية أبريم، الضلع أبي يقيس الضلع أبريم ببريم، والضلع أسي يقيس الضلع أبريم سي بريم. الهدف من هذه البرمجية توضيح هذه الحالة، حالة التقايس بين المثلث أبي سي والمثلث أبريم ببريم سي بريم. يعني إذا كان لدينا ضلعان في مثلث أبي سي والزاوية المحصورة بينهما تقيسان، دونك هذان الضلعان يقيسان على التوالي الضلعان المتواجدان في المثلث الثاني أبريم ببريم سي بريم والزاوية المحصورة بينهما، فإن المثلثان أبي سي وأبريم ببريم سي بريم متقيسان. دونك أعيد، هذه الزاوية أ تقيس الزاوية أبريم، الضلع أبي يقيس الضلع أبريم ببريم، الضلع أسي يقيس الضلع أبريم سي بريم. إذا اجتمعت هذه المعطيات فإن المثلث أبي سي والمثلث أبريم ببريم سي بريم هما مثلثان متقيسان. وقلت بأن الهدف من هذه البرمجية هو توضيح هذه الخاصية. لاحظوا معي هنا لدينا الآن مثلث أبي سي، بطبيعة الحال قمت بتوضيح الزاوية المحصورة بين الضلعين أبي وأسي، وسأقوم بنقل الضلع أبي، سأقوم بنقل الضلع أبي الذي ينتمي إلى المثلث أبي سي بطبيعة الحال إلى المثلث الآخر. لاحظوا معي هنا هذه الزلقة تمكنني من تحديد سرعة الحركة. دونك سأنقل الضلع الأول، دونك سأخذه إلى هذا المكان، دونك هنا، دونك هذان الضلعان سيكونان متطابقان بطبيعة الحال. دونك نلاحظ أن أبي وأبريم ببريم لهما نفس الرمز، هذا يعني أنهم متقيسان، كذلك أن أسي وأبريم سبريم متقيسان، والزاوية أ كما تلاحظون هنا ستكون مقيسة للزاوية أبريم. الآن سنأخذ نسخة من المثلث أبي سي ونضعها فوق المثلث أبريم ببريم سي بريم كما تلاحظون الآن. دونك هذه البرمجيات تساعدني في تفسير وتوضيح هذه الخاصية للتلاميذ، كما أنها تبين عفوا أهمية هذا البرنامج، دونك برنامج الجوجبرا في تدريس الرياضيات. ونعيد البرمجية مرة أخرى. دونك هنا يمكنني كما قلت أن أتحكم في السرعة، يمكنني أن أتحكم في سرعة هذه البرمجية. دونك هنا الضلع الأول أبريم ببريم يساوي أبي، الضلع الثاني أبريم سبريم يساوي أسي، الزاوية أ تقيس الزاوية أبريم. إذا قمنا بأخذ نسخة قلت من المثلث أبي سي ووضعناها فوق المثلث أبريم ببريم سبريم فسنحصل على تطابق، وهذا يعني أن المثلثان أبي سي وأبريم ببريم سبريم هما مثلثان متقيسان. هنا يمكننا كذلك استعمال هذه البرمجية سواء كان ذلك باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية، كما يمكننا إدراج كذلك اللغة العربية. شكرا على انتباهكم وإلى برمجية مقبلة بحول الله.